بادر اليوم نتفع شي المباراه باحاسيس مزدوجه بين النادي ديال القبيله وبين النادي اللي كتلعب به دابا، باش داز الماتش كيفاش بالنسبه لك انت؟ الصراحه الواحد اللي عالم بالاحساس ديالي اليوم هو ربي. كان احساس صعيب انك كترجع للملعب اللي كبرتي فيه وبين الجمهور اللي كبرتي فيه وبين الماتشات اللي عشتيهم قدام الجمهور، كان واحد الاحساس شويه مختلف، ولكن اليوم حتمت علينا الكره ان الفرق اللي كيبغيهم قلبي بجوج انهم يتنافسوا على بطاقه التاهل. النصيب كان من نصيب فريق النادي الاهلي، ولكن الكل كان الان كيتكلم معايا وكان تصرف بان فريق الرجاء عنده جمهور كبير بحال هذا، الكل شاف اليوم الدور الكبير اللي لعبوا الجمهور. كنتمنى ان اللاعبين يتناسوا هذه المقابله ويبقاو سودي ويبقاو خوش مع بعضياتهم، لانه باقي واحد الهدف اللي هو مهم اللي هو البطوله. بالنسبه للحاله الصحيه خويا بارك، الحمد لله كل شيء مزيان. خاصك شي اشي عندي قبل ما تقول لا كل شيء مزيان. متى تمكن ترجع للفرقه ديالك في الاهلي المصري؟ ان شاء الله قريب. بدر، بالنسبه للدخول ديالك استقبال ديال الجماهير كيفاش حسيت هذه الحضانه؟ الحمد لله، هذا ما كيبين الا على واحد الحب بيني وبين النادي ديالي، هذا بيتي، هذا داري، هادو هما الناس اللي كبروني، هادو هما الناس اللي داروا الاسم ديال بدر بانو اللي سمعوه، ما هادشي الا خليل بحقهم. اليوم كيف ما قلت كنت عايش واحد المقابله بواحد الاحاسيس مختلفه، ولكن الظروف حتمت عليا هادشي وما بيدي حتى حاجه. كنتمنى دائما الخير فريق الرجاء البيضاء وفريق ديال القلب ديالي. شكرا. وكيف ما قلت لك اليوم الصراحه غادي يكون واحد الاقصى اللي هو مخيب بالنسبه للاعبين والجمهور الكبير ديال النادي، ولكن الان كلشي بسهلة. الان خصهم يبقاو كيف ما قلت لك، خصهم يكونوا واحد الجروب اللي سودي يحموا بعضياتهم، ما يدخلوش واحد التساؤلات بين اللاعبين، ويرجعوا للتدريب ديالهم على انهم يصححوا الاخطاء، وان شاء الله يركزوا على لقب البطوله لانه لقب مهم بالنسبه لجماهير الفريق الرجاء خصوصا السنه هذه. شكرا بدر. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.